دايما في كل مجموعه صحاب كده وكل شله بتلاقي في واحد متخصص بحاجه، في واحد تلاقيه مشهور في حاجه، تلاقي مثلا من وسط اصحابك كده واحد بتاع كوره، ده عاشق لكره القدم محليه عالميه، قاعد بيتفرج على كوره بس، يعني لمجرد ان هو متعته في الكوره فهو سايب كل حاجه حواليه وقاعد بيتفرج على الكوره، ممكن يسيبك في فرحك عشان يكون في ماتش كوره مهم مثلا او نهائي فهيقعد يتفرج على الكوره. تلاقي في واحد تاني فتاي، وده طبعا تقريبا يعني مفيش شله ما فيهاش الفتاي ده. ده بقى ايه؟ قاعد يدي محاضرات ومناظرات ويعمل جو من الافلام على اصحابه، بس بيبقى سكر، وان هو عمل، وان هو يبقى سكر لو صحابه فاهمين ان هو فتاي، اما لو صحابه مش فاهمين ان هو فتاي فهنا تبقى مشكله بصراحه، وتبقى مشكله صحابه بالمناسبه مش مشكله هو. هو الراجل واضح وصريح وبيفتي، هم المشكله عندهم في الادراك بقى، دي مشكلتهم. فدايما بيكون فعلا في كل شله كده تلاقي في واحد فتاي، تلاقيه عمال يدي باللي عنده في اي مشكله في اي موضوع، عمال يتكلم يقول لك لا ده دي ما اعرفش ايه، لا ده ما اعرفش المفروض كنت عملت، يعني انت اصلا مش يعني انت هنقول ايه بس. ودايما تلاقي في حد بيعمل مشاكل، يعني دايما في واحد كده تلاقيه متخصص ان هو يعمل مشاكل، سواء بقى بينكم وبين بعض او مشاكل مع ناس تانية، بس هو الراجل ده بتاع مشاكل. قصدك ايه بمشاكل؟ يعني هو بيعمل، هو اللي بيختلق المشاكل ولا منحوس يا عيني فتقول النهار المشاكل بيقع بتجري في المشاكل وراه. يعني لا لا لا، ممكن يعني بيتلكك كتير، عارفه بيتحمس قوي يعني مثلا زياده عن اللزوم، فممكن حد ما يتقبلش ده، فتلاقي دايما في حد كده بتاع مشاكل، وفي حد تاني بقى احنا بنروح له دايما عشان يحل المشاكل. ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا، انت مين وسط الشلة؟ وعايزين نعرف منا مين وسط أصدقائها وصحابها. طب أنا هقولك على حاجة، في بقى ناس ممكن تكون خزان أحزان في وسط ال في وسط الزملاء، مش وسط أصدقائها، يعني بقى قاعد في وسط ال في وسط الجروب كده والناس كلها مبسوطة ومش عارفة إيه، اللي هو شايل الهم، عايزين نتكل على الله علشان ورانا ومش عارفة إيه. طيب يا احنا كلنا قاعدين عمالين نفكر ان الله في مثلا ساي اجازه ولا في حاجه، ما بعد الاجازه دي هنتفاحت في الشغل تاني وحاجه. ده شخص كئيب، بيبقى شخص كئيب بيستبق. والله. وفي شخص تاني بقى يبقى العكس، منبع السعاده، احنا حصل لنا مش عارف بس الحمد لله عدينا منها على خير، تلاقيه بقى متفائل. ده اللي نقرب منه على طول، ده مش دايما، لا صدقيني ده برضه بيحاول الامور بزياده، فبيبقى ماشي كده بلا هدف وبلا منطق، ودايما شايف ان الامور اوكي ومش دايما بتبقى اوكي. بلاش الاكستريم، فكره الاكستريم او فكره التطرف اصلا في الـ في الـ في التشاؤم او في التفاؤل او في الانبساط او في التهوين او في التهويل، الاثنين كلهم صعبين. معاك المبالغه في المشاعر مش مطلوبه، لكن برضو خليني اقول لك انه احنا نقرب من ده وما نقربش من الراجل التاني الكئيب اللي قاعد يقول لك يعني كلنا قاعدين مثلا ومبسوطين وخارجين او قاعدين بنتكلم انا لازم امشي عشان ما اعرفش ايه. طب ما القعده ظريفه واحنا مثلا كاصدقاء مش بنقعد كتير، فلما يكون في فرصه زي دي لا احنا نقعد مع بعض ونتكلم ونسترجع ذكريات زمان، الحاجات دي صدقوني بتفصل شويه من روتين الحياه اليوم. لازم تبقى في كل شله ولا ممكن في وسط الزملاء في الشغل في وسط الجيران؟ لا انا حاسس ان كلامك موجه. قول لا بيحصل طبعا، طبعا سواء في الشغل في المعارف مش لازم يكونوا اصدقاء قريبين جدا من بعض، يعني بيحصل. انت مين في وسط اصحابك؟ انا سالتك انت انا مين؟ بسالك رد عليا، انت مين في وسط اصحابك؟ انا كل واحد من اصحابي في وسط الشغل، خلينا نقول في وسط الشغل الاول. الامر متروك ليكي طبعا وللزميله لميا بعد ما تنضم لك من شويه ممكن تقول حاجه زي دي، لكن انا كل واحد من اصحابي ممكن بيعتبرني لحاجه معينه او بيتكلم معايا بياخد مني حاجه معينه، في واحد بيجي يشتكي لي مشاكله مش يعني هو مش قاصد ان هو يشيلني همه، لكن يعني بيعتبرني حكيم، يعني بيعتبر كلامي فيه موزون والكلام حكيم. ايوه في حد من صحابي مثلا بيجي لي لما عايز يستثمر وعمره ما خد نصيحتي، حرفيا والله عمره ما خد نصيحتي، دايما يجي يقول لي انا عايز اعمل كذا كذا، فانا اقول له ممكن تعمل كذا كذا، يقول لي طيب ماشي خلاص خلاص، ويروح يعمل اللي هو كان عايز يعمله، بس هو دايما يجي لي عشان يتاكد ان كلامه صح. ان هو كلامه صح. طيب احنا عندنا اشكال كتير من الشخصيات، خلينا نطلع فاصل ونصبح على الناس ونرجع تاني نكمل نتكلم مع لميا، ايه تاني الاشكال اللي ممكن نتعرض ليها؟ ده سؤالنا الموجود على الاشكال المختلفه من الشخصيات. ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا، في انتظار طبعا اجابات حضراتكم وتفاعلكم باستمرار، موجود على منصاتنا المختلفه على السوشيال ميديا. بنصبح لحضراتكم مره تانية، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.